ده لانه الجمهور قدر يقرأ او يشوف قد ايه بصمات المدرب بانت بدري جدا، قد ايه طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه ده وصول اتوبيس النادي الاهلي لملعب المباراه. طبعا بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا. معانا فاروق صلاح من ملعب معانا فاروق صلاح من ملعب المباراه، اهلا بيك في برنامج السادسه. كل التحيه ليك يا ساره، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا هاخد من الكلام اللي انت قلتيه يا ساره، فعلا حاله من الثقه عند جماهير النادي الاهلي، عند اللاعبين في مستر بيتسو موسيماني. ومن الامور المهمه جدا اللي سهلت على مستر بيتسو موسيماني هي ثقه جماهير النادي الاهلي فيه، والقناعه الفنيه اللي عند الجماهير وعند اللاعبين في مدرب بحجم وقيمه مستر بيتسو موسيماني. وقدر ان هو في الفتره الاخيره يقدم مجموعه من المباريات نالت استحسان الكثير من جماهير النادي الاهلي. يعني برضو عشان احطك في الصوره اكتر، من هنا احنا موجودين في ملعب الاهلي وي ومراسم تتويج او مباراه مراسم تتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 42. يعني نقرب الجماهير من الصوره يا ساره، ان هيكون الدرع الدوري يعني طبقا بقى للامور والكواليس النهارده اللي تم تجهيزها من خلال اللجنه الخماسيه ومسؤول الشركه المنظمه مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. درع الدوري هيكون موجود على ستاند، وفريق طلاء الجيش في بدايه اللقاء هيعمل ممر شرفي للنادي الاهلي. هيتم تسليم درع الدوري للنادي الاهلي في وجود مسؤول اللجنه الخماسيه ممثله في الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل واحمد عبد الله ودكتور جمال محمد علي. النادي الاهلي طبعا زي ما انت عارفه هو اللي بيشرف على العمليه التنظيميه لهذا اللقاء. الاستاد بيتزين للظهور في اجمل صوره، الاحتفاء والاحتفال بالنادي الاهلي. طبعا في بعض الامور اللي تم الغائها يا ساره من الاحتفاليه نظرا لطبعا ظروف جائحه الكورونا، و ايضا بعض الامور والاجراءات الاحترازيه والمنصوص عليها والموضوع من قبل اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. يعني في الاثناء اللي انا بكلمك فيها يا ساره دلوقتي طبعا كان وصول فريق النادي الاهلي